كلمة بيومي وصوت صوتك يا وطن ما يعلى صوت. لم تخبو درجات الحرارة المنخفضة والثلوج التي هطلت على العراق جذوة المحتجين التواقين للحرية والتغيير المطالبين بوطن يعيشون فيه دون قلق على المستقبل، فواصلوا تواجدهم في ساحات الاحتجاج ببغداد والمحافظات حتى نيل مطالبهم، مرددين أهزوجة اليوم انطلع الفاسد بالبطانية. اليوم انطلع الفاسد، اليوم انطلع الفاسد بالبطانية، اليوم انطلع الفاسد، اليوم انطلع الفاسد، اليوم انطلع الفاسد. المتظاهرون قالوا إن الأحوال الجوية لن تكون سببا في انسحابهم مطلقا. مطرت بلي الثلج علينا متحملين، بس هيجي هذول ما نتحملهم. اي والله هم يريد واحد يعرف شلون يدار الوطن، مو يدار نفسه بغير ولايات يعمر وهذا ما داير بال للناس. المطلب الاول تغيير قانون الانتخابات، اقرار لهذا القانون هذا الجديد، زين، واجراء انتخابات مبكره، واضح، بالانتخابات الجديده بالحكومه اللي راح تتشكل راح ناخذ ثارنا، زين، راح ناخذ حقوق شهدائنا اللي طاحوا، راح يصير اعمار، المستوى الصحي راح يتحسن، المستوى التعليمي راح يتحسن، اللي نريده كل حقوق. اخرون ناشدوا المنظمات الدوليه حمايتهم من القمع والاغتيال والاعتقال. وأناشد الأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونيسيف وكل إنسان شريف أن يشوف مظلوميتنا ويتدخل. يتدخل، إحنا هسه بساحة التحرير، لا طالعين خارج ساحة التحرير، ولا مو قالوا نحميكم؟ هاي صار القمع واعتقال واغتيال وقتل. وتصدح حناجر شباب تشرين المنتفض في ساحات الاحتجاج بشعارات مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد، إضافة إلى رئيس حكومة مستقل. ولم يمنعهم فصل الشتاء البارد وسقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى منهم عن ترك ساحات الاعتصام والعدول عن مطالبهم.